ماضي ساعة وتوجه موعد الرادار ويمش نتحدثوا على العودة المدرسية من ناحية الكلفة، قديش تتكلف اليوم العودة المدرسية على العائلة التونسية؟ خلينا ناخذوا صغير ولا زوز في العائلة التونسية، قديش تتكلف المستلزمات؟ مع رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي لطفي. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك وتحية لمشاهديك ومستمعيك والفريق العامل معك. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا العودة المدرسية من حيث الميزانية اليوم قديش الكلفة ونفسروا علاش الرقم هذا؟ الكلفة تتحدد بوصول القوائم عند السادة المربين. إجماليا ثم زيادة ب 15 و 18% مقارنة بالسنة الفارتة. إذا كانت سنة فارتة في حدود 750 معناتها 700-750 باش نزيدوها ال 10% ال 15% على السنه الفارت، معناتها في حدود كان حافظت القوائم على نفس المنهج وما فيهاش ترشيد استهلاك الكراس الكراس الفاخر وما فيهاش ترشيد استهلاك استيرال كراس استيرال، راهي باش تقعد متضخمه تنجم توصل 800,000. وهنا نعاودوا ناكدوا اللي راهي الكراسه الفاخر هو المفصلي في غلاء الكلفة نتاع العودة المدرسية. علاش؟ خاطر الكراسة 25,000، 10 كراسي 250 دينار. معناتها الغلاء الكبير هو في غلاء نتاع الكراسي المدعم والطلب اللي يطلبوه السادة المربين من النوع هذا. وهنا كل لطف نطلبه من وزارة التربية بابتعاد كل البعد السادة المربين على الكراسة الفاخر لتخفيف العبء على العائلة. لتخفيف العبء على العائلة توصل العودة المدرسية للطفل الواحد قلت أنا بين 750 و 800 دينار. بالضبط. وال 800 ولا 750 سي لطفي معناها كيف مستلزمات مدرسية نحكي بما فيها المحفظة بما فيها. أكيد بما فيها الزي الرياضي سبادر وسيرفاتمون وشارت وكلاست وتابع زي الرياضي الكل، عندك المحفظه والميل زي الرياضي تكلف بين 200-180 اقل حاجه معناتها الجوده الاقل جوده، بالنسبه للمحفظه كيف كيف بين 90-120، بالنسبه للميدعه بين 40-50 دينار، هذم مع ادوات مدرسيه مع الكلفه نتاع النقل مع الكلفه نتاع الترسيم مع عديد من التلزمات. أو اللي صراحة غالية بالنسبة للعائلة التونسية اللي عندها زوج صغيرات أخرى، وهذا نعاود نأكدوا اللي راهو في توحيد القوائم نجموا نخففوا من الكلفة نتاع العودة المدرسية. سي لطفي عندك فكرة أنه الكراس المدعم توا موجود في المكتبات وإلا لا؟ الكراس المدعم قليل، ثم في حدود 20 مليون كراس مدعم، نحن حاجياتنا في ال 40 مليون كراس مدعم. اذا ماهوش موجود بالقدر الكافي. 800 دينار ولا 750 نحكيو كل المستويات التعليميه ولا تختلف من مستوى لاخر؟ ثم نسب تزيد بين 10% 20% بين مستوى الى اخر. إذا زيادة ب 10-20% من مستوى إلى آخر، وخلينا نقولوا بدال إقبال نتاع التونسي على شراء المستلزمات وإلا لا التونسي. إقبال نتاع التونسي، الكراسة المدعم مش موجود، بتتباع بيع مشروط، وقاعدين نشوفوا اللي برشا يحب يخفف على روحه يشري بشوية بشوية، وهنا إن شاء الله تتعدى عودة مدرسية باهية وفيها أقل مصروف بالنسبة للعائلة. هذا ما نأمله. مشكور جدا سي لطفي رياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى الماضي ساعة.